وللوقوف عند التطورات الأخيرة في إيران وارتفاع سعر الصرف الدولار وانعكاسها على الوضع السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. سيد حسان، مشادات كلامية جرت بعد ذلك إلى مشاجرات داخل البرلمان الإيراني، وذلك بسبب انهيار العملة الإيرانية. إلى أين تتجه الأمور في إيران سيد قطب؟ نعم، انهيار العملة يعكس الوضع الاقتصادي السيء، وبالتالي لابد أن ينعكس سلبا على الواقع السياسي الإيراني. انهيار العملة يعني أن المواطن الإيراني أصبح لا يثق بالوضع الاقتصادي ولا بالإدارة السياسية التي تدير الواقع السياسي والاقتصادي الإيراني. إيران منخرطة في معارك خارجية تستهلك العملة الصعبة وتستهلك الأموال الإيرانية، ومما يؤدي إلى تأثير سلبي على حجم العملات الأجنبية المتداولة في الداخل، وهذا ما يؤدي إلى رفع قيمة الدولار وانهيار العملة الإيرانية، وهذا يؤشر إلى حجم التضخم المالي الموجود حاليا في إيران ولا تدني القدرة الشرائية للمواطن الإيراني، وبالتالي لابد أن ينعكس سلبا على الواقع السياسي وعلى الواقع الأمني أيضا، وهذا يشير إلى سوء الإدارة الاقتصادية التي تقودها الحكومة الإيرانية، وما يترك آثارا سلبية على علاقات إيران في الداخل وفي الخارج. سيد حسان، المعارضة بدأت تتحدث عن إهدار المال العام وسرقات المسؤولين، برأيكم إلى أي مدى يمكن للمعارضة أن تستثمر الظروف الاقتصادية في تأجيج الشارع الإيراني، خاصة ونحن نعرف أن عرب الأحواز يعني خرجوا في تظاهرات لليوم 12 أو 13 على التوالي، هل يمكن للمعارضة أن تستثمر الظروف الاقتصادية الصعبة لإيران؟ الواقع الاقتصادي الصعب يزيد من حجم الفساد في داخل المؤسسة الإيرانية، والفساد مؤشر إيجابي جدا نحو تصاعد مشاعر المقاومة ومشاعر المعارضة وتكتل الشارع الإيراني نحو المطالبة بتغيير هذا النظام الذي يساهم في إفقار الشعب الإيراني وتبديد الثروة الإيرانية. تدني القدرة الشرائية ينعكس سلبا على مستوى المعيشة للشعب الإيراني، وبالتالي معظم الثورات في العالم كانت سبب انطلاقها هو تدني القدرة الشرائية وحالة الفقر والفساد والهدر، كل هذا يؤدي سلبا على الواقع الإيراني الداخلي ويعزز من وضع المعارضة ويعطيها دفعا قويا وتأييدا في الشارع الإيراني بمختلف فئاته، سواء كان من الأكثرية الفارسية أو الأقليات الأخرى إن كانت عربية أو كردية أو تركية. سيد حسان، يعني عملية محاصرة إيران اقتصاديا، هل تعتقد أنه جاء لأن إيران تمول ميليشيات خارجة عن الحدود الإيرانية، على سبيل المثال الحصر الحوثيين وحزب الله وأيضا الميليشيات الموجودة في سوريا والعراق، وذلك من أجل بتر أذرعها العسكرية، هل تعتقد ذلك سيد حسان؟ لو سلبنا جدلا أن إيران غير محاصرة اقتصاديا، الانخراط في هذه الصراعات الدموية المكلفة جدا تستهلك الميزانية الإيرانية وتستهلك وتبدد حتى الثروة الإيرانية. المال الإيراني ينفق في حروب عبثية في الخارج، إيران تحاول أن تحمي نظامها عبر إثارة الصراعات في محيطها في الدول المحيطة بها، وتستثمر في أن هيمنتها على اليمن والعراق وسوريا ولبنان سوف تعود عليها بالنفع مستقبلا عبر وضع يدها على ثروات هذه الدول واستثمارها لصالحها، لكن الواقع هو العكس الآن. إيران تبدد ثروتها في حروب طاحنة في الخارج، وتبدد ثروتها من الشباب الإيراني أيضا الذي يقتل في هذه الدول، وفي المقابل تخسر استقرارها الاقتصادي في الداخل وتخسر ثقة الناس، ثقة الإيرانيين في الداخل بقدرة هذا النظام على الانتصار في الخارج وعلى معالجة أزمات الداخل. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لكم.